اكيد اكيد. فازاي اهتم بشعري خصوصا بقى الناس كمان اللي هي مريضه كده او كده اللي مش بيعرفوا ان هم ياخدوا فيتامينز او كده. طيب تمام. مبدئيا زي ما انت قلتي كده احنا داخلين على فصل الشتاء، شعرنا كمان اجهد قوي في فصل الصيف من الشمس ومن الحراره ومن السشوار والبسين وكل الحاجات دي، فاحنا داخلين على الشتاء واحنا شعرنا خلاص يعني استنزف يعني. بالظبط. طيب خلينا نبدا كده ان اول خطوه بدخول الشتاء، الشتاء يعني جو ساقعه فيه رطوبه، احنا نفسنا اول حاجه بنقصر فيها هي شرب الميه، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا. يعني انا بشوف بنات كتير جدا لما بيكون شعرهم حلو وبشرتهم حلوه ويتسالوا انتوا عملتوا ايه، وجاوبت انا بشرب ميه كتير، بياخدوها باستخفاف او يعني هل معقول الميه ممكن تعمل كده. لا، الميه خطيره طبعا، الميه مهمه جدا طبعًا. يا جماعه احنا 50-70% من تكوين جسمنا ميه، فاحنا صح. اساس جسمنا ميه، ازاي تنسي تشربي ميه في اليوم؟ ده الميه بتظبط شعرك وبتظبط بشرتك وبتظبط الملمس بتاع بشرتنا كمان وجسمنا، بتنظف جسمك من اي يعني بقى ملوثات، بتنظف الكلى والقولون، ميه. بصي يعني خلينا متفقين كده ان الميه سبحان الله كده حاجه طبيعيه من عند ربنا، صح. ليها فوائد لا تعد ولا تحصى. فمبدئيا مع دخول فصل الشتاء نهتم قوي قوي بموضوع شرب الميه كتير، من 2-3 لتر ميه في اليوم، هتفرق معاكي قوي قوي في بشرتك وفي شعرك. ده بالنسبه لشرب الميه. تاني حاجه بنتكلم فيها هو الاكل الصحي. انا بحس ان اي حاجه كده طبيعيه ربنا خلقها بدون تدخل الانسان فوائدها كبيره جدا عن الحاجات الكيميائيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي مشكله بدل ما الجا للفيتامين والادويه، لا طب ما انا اشوف البديل ده في الاكل الصحي. زي ما انت قلتي كده في ناس عندها مشاكل في الكلى والادويه دي بتسبب لها مشاكل، فانا بلجا يعني بدل ما باخد ادويه ببدا اخد الاكلات بقى الطبيعيه اللي بتحتوي على الفيتامينات دي. لان انا طبعا انا مثلا دلوقتي عندي 20 سنه 15 سنه وعندي مشكله، هل يعقل مثلا ان انا افضل 10-15 سنه افضل اخد في ادويه؟ انا لو عندي فعلا مشكله قويه قوي، لا انا ممكن امشي على روتين علاجي لمده شهر او شهرين، بس بعد كده بكمل بالاكل الصحي. على سبيل المثال مثلا فيتامين بي 7 وهو الفيتامين يعني قوي جدا لمشاكل الشعر والبشره كمان، ففي بنات كتير بتلجا لموضوع البيوتين، اي علاج بقى شامبو برشام مكتوب عليه بيوتين يلا ناخده، لان هو مهم جدا للشعر وللبشره. طب ما في اكلات حلوه جدا وبتحتوي على فيتامين بي 7 زي مثلا البيض، زي البطاطا الحلوه بما ان احنا في الشتاء فالبطاطا هتبقى حلوه قوي ان احنا ناكلها، زي كمان المكسرات زي السلمون، كل الحاجات دي فيها الفيتامين ده. فانا لو دخلت الحاجات دي في اكلي وفي يومي انا كده خدت الفيتامين بتاعتي. اكلت الخضروات كمان اللي هي الورقيه الداكنه، الجرجير والبقدونس والكرفس، كل الحاجات دي انا ما استهونش بيها، لا صح كلامك، بتفيد جدا الشعر وبتفيد جدا البشره. دي حقيقه. طيب احنا هنا دلوقتي اتكلمنا عن الاكل الصحي وشرب الميه والحاجات دي كلها، ودي حاجات ما ينفعش استغنى عنها ابدا. تمام. طيب نتكلم بقى في بارت او في جزء مهم جدا في حياه البنت، وهو لما احنا بناخد شاور، الشامبو، الكونديشنر، الحمام الزيت، الحاجات دي كلها حاجات مهمه قوي طبعا. في برودكتس، في بعض المنتجات بتنشف الشعر قوي، مش بتنفع مثلا مع كل الناس. فانا دلوقتي شايفه ان انت معاكي منتجات الورا، وعارفه ان هي منتجات طبيه طبيعيه. تمام. ودي عايزاك تكلميني عنها اكتر، مين ينفع يستخدمها؟ المنتجات اهي دلوقتي معروضه على الشاشه معانا. طيب. الكونديشنر والشامبو وايه كمان ده؟ والهير ماسك. والهير ماسك. طيب. طيب ممكن تكلميني عنهم اكتر؟ طيب زي ما قلنا كده احنا المجموعه اللي معانا دي هي بتكمل روتين العنايه والاهتمام. انا بدات الاول اخدت بالي من صحتي، شربت ميه، خدت الفيتامين بتاعتي، اهتميت باكلي. نيجي بقى لرقم 3 وهو روتين العنايه بالشعر. روتين العنايه بالشعر هو لازم فيه نستخدم 3 حاجات. شامبو يكون امن تماما، خالي من اي مواد كيميائيه. انا بلجا في المجموعه بتاعتي زي ما قلت لك كده الحاجات الطبيعيه دايما هي اللي بتكسب، هي اللي بتخلينا نستفاد اكبر قدر من الافاده. فانا الشامبو بتاعي طبيعي تماما، خالي من السلفيد، من اي مواد كيميائيه. بنضف فروه راسي، وهي دي اول حاجه طبعا في الروتين هو النظافه. بنضف فروه شعري من بقى من الاتربه، من طول النهار انا موجوده في الشارع، عوادم السيارات، كل ده الشعر بياخده. فانا بنضف فروه راسي كويس جدا، والشامبو هو بيبقى مخصص للفروه. عشان بشوف بنات بتغسل بالشامبو اطراف شعرها، لا الشامبو وظيفته هو غسل فروه الراس. نيجي رقم 2 بقى وهو البلسم.
البلسم وظيفته ايه؟ ان هو بيطري الشعر. طالما غسلنا شعرنا بشامبو يبقى لازم وراه على طول البلسم. ما ينفعش اغسل بشامبو بس واقول خلاص انا نظفت فروه راسي. مش هينفع عشان خاطر الشامبو بس لوحده ممكن ينشف الشعر. بالظبط كده. بنيجي بقى نعزز اكتر الخطوه دي ببلسم. طب هل هنستخدم اي بلسم كده وخلاص؟ لا أكيد. انا البلسم اللي معايا ده بلسم الورا، غني جدا بالمواد الطبيعيه اللي هتساعدك جدا على ترطيب شعرك، لان هو فيه فيتامين كتيرة، وفي فيتامين دال، وفي بروتين جنين القمح، وفي كمان بانثينول. بانثينول ده قنبلة في ترطيب الشعر والبشرة كمان. فاحنا البلسم بتاعنا فيه بانثينول اللي هيرطب اطراف شعرك. يعني معنى كده ان هو رطب اطراف شعرك، يبقى مش هيخلي فيه تقصف، مش هيخلي فيه هيشان. طول ما انا محافظة ان شعري يبقى مترطب ومش جاف، انا كده قضيت على مشكلة التقصف والهيشان. نيجي بقى لثالث حاجة وهو الهيرمسك. الهير ماسك ده بجد قنبله لعلاج مشاكل كتير. زي ما انت في اول الحلقه كده اتكلمتي عن مشكله الشعر الخشابي والشعر المتشابك. يعني بقينا نشوف يعني مؤخرا بقينا نشوف الفيديوهات دي كتير والصور دي كتير. مزبوط. جدا. انا ايه اللي بيوصل شعري لكميه التشابك والتعقيد ده؟ اول حاجه خالص هي الحاله النفسيه. مفيش بنت حابه ان شعرها يوصل للمرحله دي، وزي ما انت قلتي ده تاج المرأة شعرها، وبيبقى حابة انها تهتم بيه. في بنات الحالة النفسية بتمنعها ان هم يصرحوا شعرهم بالشهرين والتلاتة. انت متخيلة عندها مثلا مشكلة، عندها اكتئاب، عندها حاجة هي بتمر بيها، فبتوصل للمرحلة دي ما بتصرحش شعرها بالشهرين والتلاتة، فالشعر عمال يتعقد عمال يتعقد وعمال يعني الشعر بيدخل وبيتشابك في بعضه. فانا يعني وصل لمرحلة ان هو متعقد وفي نسبة تخشيب. عشان كده سميناه الشعر الخشاب.